اوكي. انا اي سنت يو تو كويستشنز، تو كومبلكس كويستشنز. انا ححل هذا الكومبلكس كويستشن، حسيت انه هذا حلو ومميز في بعض الافكار، هي زي تكررت بهيداك. anyway if you have any question regarding the other question كمان منا مشكله. most official exams هيك بيمروا الاسئله، بيعطيك given بيقول لك the complex plane is referred to a direct orthonormal system OUV. هذا الكلام شو بيعني؟ بيعني انه انت عندك orthonormal system الفكتور يو قاعد على الاكس اكسس والماجنيتد اللي له 1 يعني هو من 0 ل 1 وهو شاغل على البوزيتيف سنس، والفكتور في قاعد على الواي اكسس والماجنيتد اللي له كمان شو 1، بس اليو والفي ار شو ار بيربنديكولار. واضح؟ لانه واحد بيمثل الاكس اكسس وواحد شو بيمثل الواي اكسس. هلا خلينا نراجع شغله، انه كل افكس بيدلك على بوينت. يعني مثلا الزد ايكوال 1 بيدلك على البوينت هون، الزد ايكوال 2 بيدلك على البوينت هون، الزد ايكوال 3 بيدلك على البوينت لهون. شو هو الارجومنت؟ الارجومنت هو الانجل، الانجل اللي بتنطلق من اليو للفكتور. طب انت اذا جيت علمت بوينت هون او هون او هون، انت اخذت نفس السنس تبع اليو يعني زيرو، ايه، فالانجل بيكون زيرو. اذا جيت علمت بوينت هون يعني اعطيت كومبلكس نمبر نيجاتيف، فانت بتكون عم تشتغل زاويه 180 اللي نحن بنقلها بالراديان باي. فاذا كان الارجومنت او الكومبلكس، سوري، اذا كان الكومبلكس نمبر ريل، معناتها يا الانجل بتكون زيرو اذا كان بوزيتيف، يا بتكون باي اذا كان الكومبلكس نيجاتيف. في حدا عنده مشكله باللي عم بحكيه؟ هلا تمام. اذا كان الكومبلكس بيور ايماجينري، معناتها حتعلم البوينت انت يا فوق يا تحت، يعني اذا 2i 3i 4i البوينت اللي بتتعلم فوق بيكون عنده انجل بلس باي اوفر 2، البوينت اللي بتتعلم تحت اللوكيتد تحت بيكون عنده انجل ماينس باي اوفر 2. يعني انا هلا هون مثلا اذا بدي ارجع لهذا الاكسرسايز، الزد للاي قد ايه بتساوي الزد للاي؟ 2i. هذا الكلام شو بيعني؟ بيعني انه البوينت اي از لوكيتد فوق هون، صح؟ قد ايه الارجومنت لهيدا اللي عامله مع اليو؟ يعني اذا بدي اشوف الفكتور اللي طالع هيك والفكتور اللي باي على 2 بلس باي على 2، صحيح. علي كلوز دور. اوكي، هلا اذا انا هون عم شوف البوينت بي قد ايه عندها زد 1، يعني الكوردينيتس اللي لها 1 0. اذا بيجي بدي اعمل لها بلوتينج، حتيجي البوينت بي هون، حاعمل لها بلوتينج للبي سيم سنس وذ يو فيكتور يو، يعني يعني الاو بي فيكتور واليو فيكتور هن نفس السنس ونفس الدايركشن وكل شيء، فالانجل زيرو. لو البي جاي ان ذا باك يعني على الماينس 1 كان الانجل باي، لو الاي جاي كانت تحت كان الانجل ماينس 1. هودي اربعه سبيشال كيسز، اذر ذان ذات الانجل ساعتها بدها تكون هون او هون او هون او هون. ديل؟ سو انا عندي هيدي الكيسز كليتها، اي شود ريمبر ذيس كيسز. ناو زد للاي از 2i، زد للبي از 1. For every point M of a fixed Z equal X plus IY. هذا الكلام بيعني انه الام ما عندها special يعني ما عندها fixed location حسب الX والY كل مرة بيتغير، والام is variable. Distinct from O. Distinct from O يعني الZ does not equal 0 لانه حاططها تحت. هيدا condition. We associate the point M prime. نحن منحدد point M prime بناء على الام. Z prime كمان X prime plus IY prime. والZ prime هو 4 على Z bar. زد برايم شو هو؟ 4 على شو؟ على زد بار. زد بار. سؤال اول، write the exponential form of زد برايم. يعني انت هيدا بدك تكتب لي اياه بالاكسبوننشال فورم. وين زد قد ايه بتساوي 1 ماينس اي راديكال 3؟ هيدا الزد بار بدك تحط نعمل كونجوجيت اي راديكال 3 كلها بار، شو بدها تصير؟ 1 بلس اي راديكال 3. صح، لانه if z is 1 minus i radical 3 شو بيكون الz بار؟ 1 plus i radical 3. فانا قلت فينا حلها بطريقتين. الطريقه الاولى بقول له z برايم equal 4 على z بار، كتبتها مثل ما هي، equal 4 over 1 plus i radical 3 مع انه هو عطيني 1 minus. ليش كتبت 1 plus؟ لانه انت كاتب لي تحت z بار. اوكي، هلا انا من هون لهون فيني دغري انتقل وقول له باي كالكوليتر.
حطيتها على الكالكوليتر. طبعا بتحط الكالكوليتر بالمود كومبلكس، بتقلها انت مود كومبلكس بتاخدها، وحتى كمان بتكتب هيدا على الكالكوليتر، بتعطيك الكالكوليتر الار والثيتا عبيتون، قلت له باي كالكوليتر، فبكون حولت لي اكسبوننشال فور. سكند ميثود شو هي؟ كتبت الزد بار، قمت شو عملت؟ بدل ما اعمل لها كونجوكيت لهيدا والى اخره، عملت ريبليس لهيدا باكسبوننشال فورم للي تحت، وطبقنا البروبرتي تاعت الاكسبوننشال. بتقول لي اذا عندك ار على ار برايم تقسمهم، يعني 4 اوفر 2 قد ال 4 اوفر 2 والاي بلس اي باي اوفر 3 بحطها فوق وبقلب الساين تاعت الباور. هيدي البروبرتي لا، اذا كان هيدي اذا كان الباور ماينس بيصير بلس، واذا كان الباور بلس بيصير شو؟ ماينس. بوث ار كوريكت. هون استعملت الكالكوليتر مرتين، هون استعملت الكالكوليتر مرة واحدة، لانتقلت من 1 plus i radical 3 ل 2 e i pi over 3. clear؟ clear. من عنده أسئلة؟ من عنده استفسارات؟ اكتب على هيدا الرول، هيدا المثل. أنا I will give you this file، يعني ما تخاف. I will send it to you. تعطينا إياه؟ إيه. Everything we write I will send it to you. طيب. So that z prime over z is a positive real number. بدي برهن كومبلكس هو بوزيتيف، شو لازم برهن لبرهن كومبلكس هو بوزيتيف؟ كيف برهن بالارجيومنت ان هي باي مثلا او زيرو؟ مش باي او زيرو، واحدة منهم بدها تكون. هو حدد، ما قال لي ريل نمبر، هو شو قال لي؟ بوزيتيف ريل يعني زيرو. اكزاكتلي ياب، بدي برهن الارجيومنت قد ايه قلتوا عم تقولوا لي زيرو، او بشوف اذا بيطلع هو الحلة. الجواب إذا هو بيطلع الجواب ما في اي، عم تفهموا شو قصدي؟ ايه ما بيطلع فيها اي، يعني بيطلع بقلبها اكس وواي بس ما في اي ابدا. لما ما بيكون في اي ابدا يعني ريل نمبر. هلا هالريل نمبر اذا كان كله اكس سكوير وواي سكوير و4 و16 وما في ماينس ابدا، كمان بيكون بوزيتيف ريل نمبر. بنعيد، ريل نمبر يعني ما في اي، الجبريكلي اذا عم نحكي بشكل الجبريكلي. هلا اذا ما في اي بيعني ريل نمبر. هلا اذا ما في اي وكله سكوير والكونستانت كلهم بوزيتيف، اكيد بيطلع بوزيتيف. شو جيت انا عملت؟ كتير سمبل، انت كاتب زد برايم على زد. طيب الشغله اللي بدي اوضحها وسام ستودنتس وهن كتار. نعم، اذا في ماينس بأثر شيء او لا؟ ما بيكون بوزيتيف ريل نمبر، ساعتها بيكون ريل نمبر. طيب خليني احكي شغله. some students وين المستيك اللي بيوقعوا فيها؟ انا بدي ادور على المستيكس شوي. some students لما بقول لهم z prime over z والبريفيوس بارت شغلين هيك special case، بيروحوا بياخذوا هيدا وبعوضوها. غلط. لو هيدا مقسم a و b و c، اوكي they are related، يعني كلهم بيعتمدوا على بعض، يعني b depends on a and so on. انت هون بلشت بالنيو بارت، يعني بس in this question اشتغلنا هيدا الكيس. سو انت هون z prime over z بدك ترجع لهيدا الاساس اللي هون. هلا المهم شو فيني اعمل؟ انا ما فيني اعمل شغله الا شغله واحده، زد برايم قد الانسر اللي له 4 اوفر شو؟ 4 4 اوفر زد بار. يعني حاكتب له 4 اوفر زد بار، حيصير هيدا كومبلكس فراكشن. شو عملت انا من هون لهون؟ اي ريبليس زد برايم باي 4 اوفر زد بار. واضح للكل يا جماعه؟ صار عندي فراكشن بالنيوميريتر. هلا بالدينومينيتر عندي زد، حطيت الزد اوفر 1، صار عندي فراكشن بالنيوميريتر وفراكشن بالدينومينيتر. مثل العادة اللي من هون بنضربهم ببعض واللي من هون بنضربهم ببعض. 4 multiplied by 1 it gives 4. Z bar multiplied by Z، كتبت Z bar times Z. هون ضروري كتير نتذكر هيدا البروبرتي وهيدا حفظ، انه Z bar times Z هو المودلس للZ، شو عليها power 2. It's a rule. Teacher. نعم. 2 minus z bar هي minus 2iy ولا 2iy؟ 2 minus z bar؟ ايه. شو بدي فيها هيدي هلا؟ لا انا بسأل عن z bar شو هو؟ x minus iy. اضربه بماينس وحط ال 2 قدامهم. اوكي. هيدك عم تحل بالبارتس اللي تحت. فالمهم لا ليتو ابسرسايز ايه، ما عم بقول لك قصدي كنت عم تشتغلي فيه يعني. طيب زد برايم اوفر زد
بأول step we replaced that the prime. بتاني step طبقنا قاعدة البرودكت يعني عملنا له simplify لهذا الفراكشن. من هيل step لهيل step شو عملت أنا من هون لهون؟ I replaced that bar z by what by modulus of z شو عليه؟ square. المودلس للزد عليه سكوير هو x سكوير plus y سكوير. إذا شايفين هودي كلياتهم they don't contain i يعني ما فيهم i. So it's a real number. 4 is positive, x سكوير is positive, y سكوير is positive, فطلع هيدا positive. واضح؟ تمام. كل شيء شايفينه positive وما في i يعني positive real number. Let's continue. Deduce that the points, كلمة deduce أنا لونتها بالأحمر هون. Deduce that the points O, M and O prime are collinear. من حلو لهيدا؟ أنا حليت أشكال لهيدا نسيت. أنا حليته. شو قلت يا غدير؟ قلت عملتها بالأرجومنت. قلت إنه هني طلعوا هني باي. خلينا نحكي شغله. انا لما بقول للاستاذ برهن 3 بوينتس كولينير انا عندي كذا ميثود. اول ميثود بتقول لي اللي كتبناهم فوق يعني من سريع لقبل. ايه خليني احكي شغله. افترض انا عندي والله بوينت هون وهون بوينت وهون بوينت، بدي برهن ان هود 3 بوينتس شو كولينير صح؟ يعني they are like this. بدي برهن هذا البوينت وهذا البوينت وهذا البوينت، شو بدي برهنهم لهول؟ كولينير. كيف بدي برهن 3 بوينتس كولينير؟ لبرهن 3 بوينتس كولينير اذا قادر جيب الديستانس دي جي وكمان جيب الديستانس جي اتش وجيب الديستانس دي اتش بقول له سم اوف دي جي اند جي اتش هن دي اتش. هذا احد الطرق مش موفره معنا هلا. انذر ميثود اذا بجيب الارجومنت للجي اتش مع الجي دي قد ايه لازم يطلع؟ 0 0 GH GD لازم يطلع عليه زير. عم بحكي GH GD opposite sense 180 يعني باي. اه او اذا جبنا الارجومنت DG او الانجل يعني الانجل DG DH قد ايه لازم تطلع الانجل DG DH؟ هون زير. لا كمان باي 180. 180 إذا قلنا GH GD يعني 180، إذا قلنا DG DH 0. فالأنجل إذا كانت 0 أو باي بيعني إنه كولينير. واضح؟ ايه. منعيد. إذا جبت HG HD أدي بيطلع الأنجل؟ H شو هي جايدة بس لو سمحت؟ HG HD 0. زيرو. فأنت عند الجي بيطلع لك باي، عند الاتش وعند الدي شو بيطلع لك؟ زيرو. بس بهالثلاثة كيسز لسه زيرو. لما بيكونوا سيم سنس يا زينب يعني زيرو. يعني أنت لما بتقولي جي اتش والجي دي هول أوبوزيت، جي اتش لتحت والجي دي لفوق. هلا لما بتقولي اتش جي واتش دي هول نفس السنس زيرو، ولما بتقولي دي جي ودي اتش هودي كمان نفس السنس زيرو. فالانجل اللي عند الاتش طب اذا اوبوزيت سنس بيطلع باي. تمام واضح. فهلا بكل الاحوال اذا بين مع الانجل زيرو او بين مع الانجل باي بيعني انه هن شو؟ كولينير. ماشي الحال؟ تمام. الطريقه الثالثه إذا جبت أنا طالما عم بشتغل بالبلين فيني أجيب السلوب. إذا جبت السلوب لللاين جي اتش والسلوب لللاين جي دي شو بيطلعوا؟ نفس السلوب. نفس السلوب. الطريقة الرابعة إذا جبت الكوردينيتس للفكتور اتش جي والكوردينيتس للفكتور دي جي بقسم الاكس على الاكس برايم شو بيساوي؟ الواي. زد على زد برايم. يس. فيش زد على زد برايم، عم نشتغل بالبلين. في عندي اكس واي. في الفورس ميثود يا استاذ قلتها بس. بجيب الكوردينيتس للفكتور جي اتش والجي دي. اه. وبقسم الكوردينيتس على بعض، بيعمل ريشيو اكس على اكس برايم ايكوال واي على واي برايم. بس هيك بيطلع على سيم سنس صح؟ اذا اكس على اكس برايم ايكوال واي على واي برايم سيم دايركشن. اه صح. واضح؟ اه.
إذا الفاليو طلع نيجاتيف بيعني إنهم هن شو ساعتها opposite sense لما بتقسمهم. أوكي. Anyways فعندي كتير methods. طب أنا بهيدا البارت شو برهنت بالفرع A لأنه عم بيلي deduce زد على زد برايم is real positive. Real positive شو بيكشفش شو بيكشف الكون؟ هلا قبل ما نبلش أنا عطيت introduction. لما بيكون عندك positive number شو بتفهم منه؟ أنجل زي argument zero. Great. يعني شو أنت اتجاهك لازم يكون؟ على ال x axis. يعني قصدي شو بدك تشتغل على argument ولا على distance ولا على شو؟ على argument. أيوة. نيجي من قله زد برايم على زد is positive معناتها الارجومنت للزد برايم على زد is قد ايه؟ زيرو. زيرو. فهمت اللي عم يعني او ام برايم زيرو. هلا لك شو جيت انا قلت since زد برايم over زد is a positive real number then argument لزد برايم over زد equals 0 mod 2 pi تمام؟ then الارجومنت عملت argument both sides مثل ما بيسموها الارجومنت لزد زد برايم اللي هون هي زد لام برايم شيك والزد اللي تحت هو زد لام هيك معرفين هو قال لي زد برايم تابع للام برايم والزد تابع لمين للام للام اوكي شو جيت قلت له من جهه اللفت على طول انا على اللفت بحاول اعمل انتربريتيشن لاستفيد مش كالكوليشن انتربريتيشن يعني جيومتريكالي هذا اي انجل U O M. فيش U لما يكون في over معش في U صار في vector مع vector اثنين. O M O M M M prime. من يا غدير؟ O M O M prime. أيوة O M بعدين O M prime اللي تحت بعدين من؟ اللي فوق. أيها O M مع O M prime equal zero mod 2 pi أنا كتبت كلمة 2 pi then the three points O M and M prime are collinear خلصت. هذا بيعني انه الاو وين موجود بالوسط ولا على الاكستريميتيز بالوسط بالوسط هو اللي بيعطيك باي انت هلا مش مطلوب تعرف انه اذا بالوسط ولا لا طلع شوي هلا كنت عم بفرجيك على شغله انا هون لما رسمت هذا اللاين اذا بتقول اتش جي اتش دي قد الانجل يا علي اتش جي اتش دي زيرو ايه ليه؟ لأنه وين موجودة؟ على الإكستريميتيز إذا بتبلش الجي إذا قلت الجي اتش جي دي 180 هيدل بالوسط يعني هي in between يعني إذا بدنا نحكي مش بالوسط كمان يعني in between بيناتهم اوكي؟ تمام let's continue تيتشر هولي less 2 pi نعم less 2 pi هي على طول نكتب مود 2 باي 2 باي يعني قد ما بتعمل روتيشن بترجع على نفس اللوكيشن يعني انت هلا تيتشر هلا اذا ما كتبنا بيخصمونا علامات اذا جبتوا علامه كتير عاليه بيخصموا احنا يا بنكتب كلمه مود 2 باي او بنكتب بلس 2 كي باي ليتس كونتينيو شو فرق 3 اي عن 2 اي ماشي نفس الافكار بدك تبرهن هاي left side equal للright side طب انا شو المعلومات المتوفرة عندي عندي انه الزد برايم هاي اللي فوق ايوه أربعة على اللي بعرفها الزد برايم هي 4 على شو عزد بار زد بار ححط محل هاي دي 4 عزد بار ححط محل هاي دي شو كمان 4 عزد بار بدي اوصل لهي النتيجة اجمل شيء عندي بس الاستاذ يقول له وصل لنتيجة بتعرفوا ليش لانه فيني اعمل cross multiplication شو عملت انا كتبت زد او فينا نحلها هي ونقول انه بتساوي نفس الشيء يعني نحل اثنيناتهم يعني الطريقه بالعكس ايه بس انت اون ذا رايت يا قدير ما عندك شيء اون ذا رايت عندك زد ما بتعرفي شيء عن الزد انت عم تحكي صحيح لو معك اثنين اكسبريشنز بيساووا بعض انا كيف حليتها مش زد معنا نحن معنا زد بار مش زد ايه وإيفن زوما زاد وزاد بار ما نفس الفكره يعني انه مش فيش معنى بس انا كيف حليتها حليت لي على الشمال زاد بار ماينس 2 اي على زاد مش قصدي باي مش حليتها عوضت حطيت محل الزاد باي من الاربع زاد بار اكيد
like اخر شيء minus r z bar على 2 واللي على اليمين رجعت فكفكتها طلعت نفس اللي حليتها. ما هل عم بقوله ما هل عم بقوله انه اجمل شيء بس يكون معي شغلتين مقابل بعض ما يلي الاستاذ سمبليفاي بيشتغل فيهم بالتوازي، يا بيعمل كروس مالتيبليكيشن يا بفكفك شمال بفكفك يمين، يعني المهم يطلع اخر شيء ترو. حنشوف كتبتها انا، اوكي خلينا نشوف شو عملت. كتبتها اللي بدي بره هنا من هاي الخطوه لهي الخطوه شو عملت انا؟ replaced z prime بقد ايه؟ 4 على z bar، واضح؟ فوق وتحت. من هاي الخطوه لهي الخطوه شو عملت انا؟ من هون لهون common denominator لهول بهذا ال 2i حطيته over 1 ضربت ال 2i بال z bar صار عندي complex fraction. قبل شوي كان عندي complex fraction، بس يكون عندك complex fraction تضرب البعيد بالبعيد والقريب بالقريب، بس اذا لقيت انه هدول مثل بعض فيك تشطبهم لو واحد زد بار مع زد بار. هلا من هاي الخطوه لهيدي الخطوه شو عملت انا؟ ما انا روحتش زد بار مع زد بار، بقي معي 4 minus 2 i زد بار على 4. بدي برهن هيدي بتساوي هاي كروس ملتيبليكيشن تخلص او في نقصه مع 2. هلا اذا انت بدك تفضل فيك تقسمها على 2 وناخذ كومن ماينس اي، ايه فيك تقسمها على 2 بس انت اريح لك عشان ما تتلبكش، وهيدي نصيحتي بس بدك تبرهن فراكشن ايكوال فراكشن كروس ملتيبليكيشن. ضربنا ال 4 بال 2 حصلنا على 8، ضربنا ال 2 بال 2 حصلنا على 4 خلصنا من هون. ال 4 بالماينس اي على شو بتحصل؟ على ماينس 4 اي. ماينس 4 اي ماينس 4 اي اضربها بزد بار بتحصل على ماينس 4 اي زد بار، ماينس 4 اي اضربها على بلس 2 اي بتحصل على بلس 8 صار ترو. يعني العمليه كلياتها متوقفه انك تعوض محل الزد بار زد برايم 4 على مين؟ 4 على زد بار. 4 على زد بار اه، والبقايا سمبليفاي صغيره. كلير كلير زينب ضياء كلير اوكي جود. هيدا بارت اي معناتها بارت بي بده يستفيد من الاي. هلا بعد عندنا بالاي deduce that modulus equal هيدا الشيء اسهل شيء. يعني شو عامل شو لازم نعمل both sides؟ نحن ناخذ الثاني modulus both sides مزبوط ولا لا؟ ايه modulus of the left بتركها modulus of the right وبوزع المودلس لك شو صار ها؟ إلا modulus both sides تركنا هيدا وبلشنا بهي. في product و over، أي إذا في product و في over المودلس is distributive فيني وزعه. إلا modulus ل minus i المودلس ل minus i قد هي 1. هلا أنا طلعت بالجواب اللي طالبه مني الأستاذ أو السؤال، يعني شو بده هو مني بالضبط؟ بده مني هون إنه أوصل لزد minus 2 i يعني ما في بار مزبوط ولا لا؟ فانا لما عملت مودلس طلع بقلب المودلس شوفي هون زد بار بلس شو 2i 2i بدي اتخلص من زد بار او ما عملتها بار طويله جوا بحقلي بقلب المودلس اعمل بار طويله وبس وزعها. وزعنا هالبار طويله على الزد بار بس يكون في بار بار بتروح الزد وبلس 2i اذا عملنا لها بار شو طلعت؟ ماينس 2i. بنعيد قلنا هنعمل مودلس لتاني جهة وزعنا المودلس، المودلس للماينس اي هي قد ايه المودلس للماينس اي؟ 1. المودلس للتو يعني ابسوليوت فاليو للتو 2. بقي معي هيدا طلعت انا هون انه في زد بار بدي اتخلص منها لانه هو طالب زد، قمت عملت بار طويلة صار زد بار بار هي زد وبلس 2 اي بار شو هي؟ ماينس 2 اي ماينس 2 اي. نجي للسؤال اللي بعده. Show that if يعني انت you have this consider it as given if M describe the circle of center A and radius 2. شو معنى هالكلام؟ يعني AM equal to ايوه برافو distance يعني انت عم تشتغل على absolute value على المودلس. The distance AM equal to you have it مزبوط؟
then M prime describes a straight line to be determined. أنا ترجمت الكلام الأول. AM equal to. الAM هو modulus. مزبوط ولا لا؟ ما أنا إياه بالسؤال اللي قبل جبناها زد ماينس 2i على 2. بس قبل ما أرجع لقبل بس عم ترجم الكلام اللي هو عطانيه بهذا الفرع قبل ما أرجع لقبل. AM equal to. يعني distance. AM equal to يعني هي modulus ZM minus ZA اللي هي Z minus 2i قد بتساوي 2. هيدي اللي نحن شايفينها هلا هي ليك وهي Z minus 2i. قد فيني اعمل لها replace لهيدي باي شو؟ باي 2. بصير 2 over 2 قد ايه؟ 1. اصبحت قيمة هيدا الراشيو قد ايه قيمته لهيدا الراشيو؟ modulus له equal 1. ايوه هو الراشيو ايه هو المودلس 1. هذا اللي عملناه نحن. منين جبت هيدا النمبر 2 انا؟ محل هيدا ها؟ هن عطينا اياه. اكزاكتلي. Then Z prime minus 2i على Z prime شو عملت من هون لهون انا؟ وزعت المودلس. Modulus of a numerator over modulus of denominator equal to 1 cross multiplication. لما بكون معك modulus equal modulus يعني distance equal distance. صح؟ يعني AM prime equal OM prime. معناتها الام برايم موفز اون شو على السيركل سنتر اي اند ريدس. لحظه انت تفكر لا اول شغله اثنيناتهم فين زد برايم يعني فيش كونستانت يا هيدا مش في سيركل صح هيدا برايم موفز ان ستريت لاين بيربنديكولار للاي او بيربنديكولار شو اي او الاي او ليش كم لاين في perpendicular لل AO؟ يعني أنا هون مثلاً هاي الA وهيدا الO هاي لاين بدي مشيها بعمل لاين هون perpendicular ما عم بيقولكم equidistant يا جماعة أي لاين ارجع شوي شوي ال AM prime equal OM OM prime يعني ال AM prime على ال OA على هيدا اللاين هات لنحط AM prime هادي بوينت ام برايم ايكوال هات لنا ثبت هات لنا نحرك الاكس لانه مش معروف نسمي اي ونثبت ونثبت الواي قد الواي 1 لكم اذا هات لنا نعمل سيجمنت من ام للاي ومن الام لوين للاو اوكي طلعوا كيف عم تطلع الام شو عم بيكونوا هالتو ديستانس اكوي ديستانس ايوه يعني الام برايم وين عم تتحرك على البيربنديكولار بايسكتر لمين للاو اي للاي او بس ما بقول له اون ذا بيربنديكولار اوف او اي ما انا هذا البيربنديكولار فيكون فوق وفيكون تحت اذا كان فوق وتحت ما بيعطيني اكوي ديستانس صح صح يعني وين عم تتحرك الام برايم على الله على البيرفنديكولار بايسكتور للاي او اكيد دونت فورجيت ذس بليز ها تيتشر بس عندي سؤال قليله يعني لما كنا عم نقول بهذا الفرع يعني من وين جبنا زد برايم ماينس 2i هي مطرح ما كنت انت قبل I will back here اوكي منين جبنا ها من بعد دم هذا اللي قبله هيدا؟ ايه هون انت هون مبرهن Z prime minus 2i على Z prime شو بتساوي؟ Z minus 2i على 2 هو اللي سألك عنا قال لك deduce Z هيدا مش هيك؟ ايه مزبوط؟ قام الاستاذ شو قال لك هون بهيدا الفرع؟ قام describe circle of center A و radius 2 يعني الـ AM قد بتساوي 2 الـ AM هي مين يا زينب؟ هي Z minus 2i بالمودلس قد جوابته طب ما انت بالفرع اللي قبل
هيدي كلياتها بالمودلس قد ايه كلياتها هيدي؟ هي الـ AM، equal to هي هيدي الـ AM، هيدي الـ distance، مودلس يعني distance. وضحت ولا لا؟ ايه وضحت، بس ليش حطينا زد برايم تحته؟ وين حاطين زد برايم تحته؟ هون؟ لا قبل. هي؟ انتبه انا هي ما عملت لها شيء. لك ليك شو صار زينب، انت بتعرفي هون، خليني اقول لك شو صار، انت بتعرفي هون انه هدول شو ايكوال صح؟ هدول شو ايكوال من هون لهون، شو عملت انا؟ عوضت هيدا المودلس ب 2، يعني انا هون بعدني ما عملت فيه شيء. اوكي نفس الحال، فهمت علي شو عم بقصد؟ يعني من هيدا الستيب لهيدا الستيب I replaced only this by 2، كروس 2 مع 2 عاد يحصلنا 1. هلا من هون لهون بلشت انا all cross multiplication والى اخره. فالمهم اذا انت عم تبرم على set of points ام ولا ام برايم، عملت لك equidistant يعني هي على البوث سايدز بتكون moves on the perpendicular show bisector لأي segment OA، لأنه on the left you have A on the right you have O. clear يا جماعة؟ clear. طيب let's continue. Suppose that the point M belongs to the straight line D of equation X equal to. وينو هذا اللاين X equal to؟ فينا نرسمه نحن كمان. هات لنلغي كل البوينتس اللي معنا اياهم هون، اللي زدناه هون. عم بيقول لي عندك straight line قد ايه الايكويشن اللي له X equal قد ايه؟ equal to. الام عم تتحرك على هيدا اللاين. فوق تحت I don't know. هالشيء شو بيعني؟ بيعني انه الام بعدها عم تتغير، بس اللي عم يتغير فيها مش الاكس والواي بس، مين بس الواي، بس الواي. الزد شو كان بيساوي؟ اكس بلس اي واي، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. يعني الزد شو صار بيساوي؟ جاعد. الزد بيساوي اكس بلس اي واي، يعني الزد شو صار بيساوي؟ اكس بلس اي واي. ما الاكس اعطاك اياه الاستاذ. 2 بلس اي واي. ايه بدنا ننتبه له لهيدا. واضح؟ ايه. عم بيقول لك هون شو ذا زد برايم تايم زد برايم بار ايكوال زد برايم بلس زد برايم بار. ما فرق شيء عن اللي قبل. بدك تعوض زد برايم بقد ايه؟ ب4 على زد بار وتعمل شوية حسابات. انا قلت له الزد قد ايه بيساوي هون الزد، قلت لي اكس بلس اي واي، زان الزد قد ايه بيساوي؟ 2 بلس اي واي. شايفين على هيدا اللي هون؟ ايه. هات لنحطها تايم نيو رومان هذا احسن. اوكي يعني البوينت ام شو صار عندك كوردينيتس 2 واي، اتثبت الاكس بس تغير الواي. شو عملت؟ قلت له بدي برهن هاي بتساوي هاي، زان عوضت زد برايم بالاربع كيسز مثل ما شايفينهم، 4 على زد بار 4 على زد بار 4 على زد بار 4 على زد بار. On the left عندك product و on the right شو عندك؟ addition. هلا شو عملت انا من هون لهون؟ وزعت البار على هيدا ووزعت البار على هيدا. البار على الفور بتضلها 4، زد بار بار شو بتصير؟ زد. كمان البار على الفور هي 4 والبار على الزد بار ضلت زد. So from this step to this step كنت عم بعمل distribution لهيدا البار. هلا from this step to the other step في عندي product. So 4 times 4 16، زد بار تايم زد تركتها زد بار تايم زد. هيدا كيف بنعمل له شغل للفراكشنز لما يكون بيناتهم بلس؟ common denominator نضرب الزد ب 4 والزد بار ب 4، حصلنا على النتيجة. اخذنا ال 4 common، شو تبين معي جوا انا؟ زد بلس زد بار، مش هيك؟ وانا صرت عارف انه الزد هو عباره عن قد ايه؟
2 بلس شو؟ اي واي. اي واي حطيت 2 بلس اي واي محل الزد و2 ماينس اي واي محل مين؟ الزد بار. بلس اي واي وماينس اي واي كانسل، شو بقي معي بقلب البراكت؟ 2 بلس 4 تايمز 4 بيطلع 16 على زد بار زد. ترو، هو عم بيقول لي برهنهم انا اون ذا رايت عندي 16 على زد برايم زد. هيدي نتيجه مين؟ هيدي اجت نتيجه الليفت، وهيدي اجت نتيجه مين؟ الرايت. يعني طلعوا اثنيناتهم نفس النتيجه، واضح؟ تمام، كتير سهله، بس انت عليك تكتب هيك زد 2 بلس اي واي. منعود يعني منعود. اخر سؤال خليها بس شوي، بس هبعت لكم الفايل يا غدير. لحظه بس، بس سؤال صغير. الفايل اللي هتبعته بس بقلبه هالجواب ولا كل اجوبه البي دي اف اللي بعت؟ لا اجوبه هيدا فكرت. ها انا عم بكتبهم، يعني مش موجود السوليوشن، عرفت؟ اوكي اوكي خلصت. طيب did you that the point M prime describe a circle of center B and radius 1؟ هذا تركوا السؤال اللي بسرعة اللي قبله. أكيد بس صار فيك تبعت لنا استوديوشن لألن؟ أكيد للسؤالين؟ ما بعرف إنه السوليوشن اللي ما فيه. أنا إذا فيك تبعت للسؤالين مش أفضل؟ هذا I will provide it to you، هذا أكيد حابعته. أوكي؟ طيب let's continue. Use that the point M prime describe the circle of center B and radius 1. مين بيعرف حلو لهيدا؟ انا ما اعرف. ديديوس يعني انت بكستفيد من هيدي يا غدير. استخدم بستخدم بارت A. اوكي شو طلع معنا هنا؟ 16. الزد للبي قداش؟ الزد للبي 1. نعم غدير خاص ولا شيء مش خاص. طيب خلينا نحط تصور، مش بدي برهن الام برايم ديسكرايب ا سيركل اوف سنتر بي اند راديوس 1. شو لازم برهن؟ شو مش عم بيقول لي برهن إن يعني ال ايه لان المرهن ام برايم بي ايكوال 1. كثير منيح، الكل سامع؟ ايه. طيب ام برايم ام برايم بي هذا مودلس ولا ارجومنت؟ هذا شو ام برايم بي؟ مودلس. مودلس لمين؟ كيف قصدك مودلس؟ للزد ام مال الزد بي. يلا هذا ام برايم شو؟ بي. بدي برهنه ايكوال لوان، بدي برهنه. طيب ام برايم بي هو مودلس لمين؟ للزد زد بي ماينس زد ام. زد للام برايم ماينس زد للبي ماينس. بدي برهنه ايكوال لشو؟ لوان. وان. طيب يعني بدي برهن زد برايم ماينس شو؟ زد بي. سوان. فاليو ايكوال لوان، مزبوط ولا لا؟ هذا كله انا اي نيد تو شو ات. طيب برجع للبارت اي. بالبارت اي برهنت زد برايم كروس او تايمز زد برايم مثلها بار، شو بتساوي؟ زد برايم 16 على زد بلس شو؟ زد برايم بار، مش هذا اللي برهناه؟ طيب انا هون شو عندي هون؟ زد برايم لحاله، هيا تعال نطلعها، شو بتساوي الزد برايم؟ هي زد برايم بلس زد برايم بار على زد برايم بار. ايوه هي زد برايم بلس زد برايم شو؟ بار. بار اوفر على زد برايم. زد برايم شو؟ بار. فهمت شو عملت؟ نقلت هيدا لتحت. ايه هلا لا خلينا نوزعهم. ايه صح. شو بتصير هيدي؟ انتبهوا انا قلت شو بدي برهن، انتقلت للبارت اي، يعني هلا عم بشتغل بالبارت اي حتى ارجع اطلع نتيجه عوضها. هيدا كله نتيجه من هيدا؟ زد برايم. بتصير يعني هيدي بدنا نعوضها بقلب الزد برايم؟ ايه النتيجه اللي بتطلع معي هون بدي اعوضها بقلب المودلس واتاكد انه طلع الجواب 1. ماشي يا زينب؟ هون هي زد برايم على شو؟ على زد برايم بار.
بار زائد زد برايم بار على شو؟ على زد برايم بار قد ايه يعني زائد قد ايه؟ زائد واحد. وضحت من نزل واحد؟ تمام. طيب نرجع منشوف زد برايم شو طلع معي؟ هرجع اكتبها واحد زائد شو قلنا؟ زد برايم على شو؟ على زد برايم بار. طيب هات لانهم الوان لهون شو بصير في معي هون؟ زد برايم ماينس واحد ايكوال هيك ايكوال زد برايم على زد برايم بار. طب وانا لاعمل ديستانس شو لازم اعمل للجهتين؟ شو لازم اعمل للجهتين؟ مودلس لهيدا هو المودلس لهيدا. المودلس لهيدا هو الديستانس اللي نحن شو سميناها؟ بي ام برايم. المودلس لهيدا بوزع المودلس بيطلع واحد لان المودلس للزد برايم هو ذات المودلس للزد برايم بار وبتخلص. خلينا نرجع نشوفها بالتفصيل. شو جيت انا قلت؟ قلت انا بالبارت A هون باي بارت A صح؟ هذا باي شو؟ باي بارت 4A صح؟ معه بالبارت 4A معي زد برايم بار ضرب زد كذا زن شو صار معي؟ زد برايم هذا البرودكت لزد برايم شو المالتيبل لزد برايم؟ زد برايم بار مش هيك؟ شو عملت فيه لهيدا انا؟ اخذته على الدنومينيتر يعني هون كان في زد برايم بار بتساوي هاي قمت هيدا نزلتها لتحت ووزعتهم زد برايم على زد برايم بار وزد برايم بار على زد برايم بار. زد برايم بار على زد برايم بار شو قعد محلها؟ نمبر 1 وهي تركتها قمت نقلت ال1 لاول جهه. يعني انا فيني هون قله زن شو زد برايم ماينس 1 شو بتساوي؟ هيدا اوكي مودلس اوف ذا ليفت ايكوال تو مودلس اوف مين اوف ذا رايت. مودلس اوف ذا ليفت هو ديستانس بي ام برايم ومودلس اوف ذا رايت هو 1 لان المودلس للزد برايم بار هو ذاته بنفس الوقت المودلس لمين للزد برايم. يعني زد برايم بار وزد برايم هن منن قد بعض هن كونجوكيت لبعض بس بالمودلس هن قد بعض وبيطلع الانسر معنا 1. This is يعني the required.